تطور التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد وأصبحوا شبه جاهزين لإدراجهم كوسيلة تعليمية بالمدارس. 3D Innova شركة بتوجه الجيل الناشئ لمواكبة التكنولوجيا وبتوضع الأولاد على السكة الصحيحة من خلال ورشات عمل خاصة. ربا النشاش صار لي عايشة في الإمارات تقريبا 21 سنة، يعني ربيت هون. تخرجت الجامعة الأمريكية بالشارقة سيفل إنجينيرينج، واشتغلت تقريبا 6 سنين في البرودكشن وديزاين في الاندستري. كيف فيك تعرفينا على 3D Innova؟ 3D Innova هدفها ان هي تدمج بين الكتب والتكنولوجيا. هلا التكنولوجيا اللي احنا عم نوفرها هي تعليم الطلاب كيف يستعملوا كمبيوتر ايدد ديزاين اند 3D printing. هل انتم عندكم شراكات مع المدارس والمناهج الدراسيه ام لحالكم؟ بنقدم تو سيرفيسز. اوكي، اول جزء من السيرفيس هو بنعمل ورشات عمل تعليميه للكاد و 3D printing، والثانيه اللي هي اونلاين lesson plans واكتيفيتيز، انشطه ممكن الطالب او المدرس ينزلها ويستعملها بالصف. بس هلا احنا كنا نواجه صعوبه لما نحكي مع مدرسين ان هم شوي بتخوفوا من الفكره، بحسوها شوي ممكن تكون صعبه. فاحنا ضفنا الورشات العمل مشان نفرجيهم قديش الموضوع انه مو كتير صعب زي ما انتم بتتخيلوا، هو اسهل. فالورشات العمل بتقربهم من الموضوع، بتسهل عليهم الترانزيشن هاي او انه شيء يضيفوه على اليوم الدراسي للطالب. هنا باتول وكارما. باتول وكارما they are 3D Innova ambassadors. هنا they're doing a workshop. هلا الوركشوبس تبعتنا اول شيء بنعمل انه بنعلمهم كيف يستعملوا كمبيوتر ايدد ديزاين سوفت وير. اوكي، الكمبيوتر ايدد ديزاين عندنا تو ديفرنت سيت ابس. اول واحد بنستعمل تينكر كاد اللي هو سمبل يعني، وفي عندنا سوفت وير ثاني اسمه فيوجن 360. اوكي، هو شويه كومبليكيتد اكثر، واللي بده يعمل مودلز شوي كومبلكس بيستعمل فيوجن 360. احنا during the workshop معطيهم also handouts. الهاندوتس هاي بتشرح لهم خطوة خطوة شو لازم يعملوا مشان to create their product. حلو. اوكي، وبعد ما يعملوا الموديل 3D model على الكمبيوترز the last step they print it. أوكي، عشان يشوفوا بالاخير هو شو عملوا يعني. This is the fun part. يعني اول ما يجي لعندكم التلميذ عادة يمكن ما يكون بيعرف بشي خاصه بال 3D، انتوا بتعطوه اول شيء بتوجهوه. أيوة، وبعدين بتعطون. بنعطيه اول شيء guideline step by step introduction عادة للسوفت وير. اول شيء بنعلمه السكتشنج، كيف يرسم ال 2D sketching، بعدين بنعلمه السكالبتنج، بعدين الموديلينج. فدائما نتاكد انه هم بيعرفوا كل الخطوات قبل ما يصمموا ذا فاينل برودكت. فهلا مثلا بتول رح تفرجينا عم تعمل واحده من الاكسرسايز اللي هي انتدكشن تو سكالبتنج، نتعلم كيف تعمل مجسم من سكتش. بعد ما تعمل السكتش بعدين بفرجيك على الويب سايت الجايد لاينز حسب التوبكس وحسب الطالب شو بيدرس هذاك اليوم، بنعمل لهم مودلز وليسن بلانز حسب التوبك. حلو. ربع عارفيني اكثر بليز كيف بيشتغل الويب سايت؟ اوكي، الويب سايت سهل كثير. اول شيء اليوزر بيعمل بروفايل زي ما بتعملي دائما يو كاونت لك على الويب سايت. هون عندنا الويب سايت مقسم لتوبكس. اوكي، التوبكس اللي عندنا ماثماتكس وبيولوجي وارت جيوغرافي ساينس وديزاين تكنولوجي، والويب سايت كله زي ما هو موجود في الانجليزي كمان موجود بالعربي. اوكي، فبناخذ مثال مثلا جيوغرافي. مثلا عندنا الجيوغرافي بيعطيكي كيف ممكن تستعملي الجغرافيا في الكاد وال 3D printing. اوكي، بعد هيك بيجيكي lesson plans واكتيفيتيز. اوكي، في عندنا مثلا طبقات الارض. لما نعمل داونلود وبشرح لك بالضبط شو لازم الواحد يعمل عشان يصمم ويعمل 3D modeling لطبقات الارض على برنامج Fusion 360.
وكمان بنعطيهم تيبس كيف يعملوا برينتينج 3D برينتينج لهاي الاكتيفيتي. الحلو انه بيصير التعليم اكثر مرح، يعني بدل ما يدرسوا بالكتاب شو هن طبقات الارض. أيوة بيتعلموا وبيعملوها بالضبط، بيتعلموا كيف يبنوا طبقات الارض على الفيوجن 360 على البرنامج، وبعدين بيطبعوها. ونفس الجايد هذا احنا بنعطيه بالانجليزي وكمان موجود بالعربي. للمدارس اللي نظام تبعهم عربي بنعطيهم كمان الكتيبات هاي بالعربي، وكمان بنعطي المدرس ال 3D موديل نفسها انه ممكن ينزلها الموديل يشوف الطالب اذا عمل الموديل هاي صح او غلط. حلو كثير. خلينا نحكي عن التحديات اللي واجهتك انت والكوفاوندر تبعك انتوا عم تاسسوا 3D انوفا. طبعا دائما دائما اكبر تحدي اللي هو الدخل الفلوس، بالذات 3D انوفا المعدات اللي شريناها والاكويبمنت. والتحدي الثاني هو انه كيف نوصل للمدارس، يعني مثلا انا بروح على مدرسه لان المدرسه بتعرفي فيها سكيورتي عاليه وكذا، مش اي حد بقدر يفوت، فانا بواجه صعوبه اني انا اوصل للشخص المعين اللي ممكن احكي معاه في هذا الموضوع او اعرض عليه الخدمه تبعتنا. اكيد. بعد كل هول التحديات اللي واجهتون، وين بتشوف الشركه بعد سنه بعد سنتين او بعد 10 سنين من اليوم؟ انا النكست ستيب بشوفها انه نعمل تيم اكبر بيعمل لسن بلانز وانشطه اكثر للويب سايت ادفانس اكثر، بندخل عليها تكنولوجيا جديده كمان غير ال 3D برينتينج، وممكن حتى ورشات العمل تصير مكثفه اكثر. ليش اخترتوا الامارات لتبدوا منها 3D انوفا؟ الفيجن لشيوخ الامارات انها تكون الامارات ليدر في التكنولوجي وبالذات في الادوكيشن، يعني هلا المدارس الحكوميه كثير بتركز على موضوع الانوفيشن، ضافت كورس جديد للمنهاج تبعه اسمه انوفيت انوفيشن كورس، فهم كثير عم بيركزوا على هذا الموضوع انها تكون هي رائده في التكنولوجيا وفي الادوكيشن، فاحنا ماشيين مع نظره الشيوخ للامارات في هذا الموضوع. ثانك يو لك روبا ويعطيك العافيه. شكرا. لا شك أن المشاريع الحديثة بتتطلب تفاصيل أكبر بتقنيات الرسم. شركة 3D انوفا بتواكب العصر الحديث والمتطور وبتساعد الأجيال الناشئة للاكتشاف والإبداع باستخدام تكنولوجيا التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد.